الشيخ قد يقول لي واحد شيخنا احنا نلاحظ اجيالنا السابقة كانت امهاتنا بسيطة، اجيالنا السابقة كانت اقعدهم قيم، عندهم حب لاوطانهم، عندهم بشالة، عندهم انشداد الى التربة اللي يعيشون بيها، عندهم اخلاق، عندهم معاني كريمة. شو الآن المرأة ثقفت وتعلمت، اكو عندنا جيل صار ما إلى طعمه، ما تعرفه مالح مر حلو حامض، ها الله وكيلك طعمه ما إلى، ها شا وين العلم، وين شنو فائدته؟ هذا الواقع مدن بالعلم يا أخي، أنت لا تخلط العلم، ما يكون يوم من الأيام ضرر. أي أنا أقول لك هذا التشيب اللي صار، المرأة بدأت تنشغل بأشياء جانبية وتغفل عن مهمتها الأساسية. مهمتها الأساسية صنع الجيل، لما بدأت تغفل عن المهمة الأساسية انتظر أن الجيل اللي راح يصير جيل ممشوخ. احنا بحاجة إلى أجيال الآن تعيد لنا كرامتنا، تعيد لنا مكانتنا. أرجوك، إحنا كنا حفنة من البدو واستطعنا أن نجتاح العالم، ما يصير الآن يوميا نشبع صقعات، ما خالصين من الصقعات يمينا وشمالا، ما يصير، لأن أجيالنا لازم تكون أجيال غير هذا، أجيال عمالقة. وما يصنع الجيل إلا المرأة.